السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حابب أسألكم كيف أحوالكم، وحابب أتأكد بس إن الصوت واضح للجميع. ليه بس يا أستاذ محمد؟ خلونا بس نبتدي بعد كده نشوف أحوال السوق الأسبوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال بمجموعة إيكوتي. إن شاء الله بقدم اليوم محاضرة بعنوان استراتيجية أو كيفية تداول نموذج الجارتلي كأحد نماذج الهارمونيك أو التداول التوافقي. وبعد الأسبوع اللي فات ما اتكلمنا عن نموذج هو الأساس في كل نماذج الهارمونيك، وهو نموذج الـ ABCD. النهاردة هنتكلم عن نموذج جديد في الهارمونيك، واللي بيعد أفضل أو واحد من أفضل النماذج اللي بيتم التداول عليها أو التداول بيها في سوق العملات الأجنبية، لأنه بيوفر لنا شروط دقيقة جدا لتقييم صحة النموذج، وبالتالي تحقيق الأهداف اللي إحنا بنرجوها أو بنستناها من التكون أو اكتمال هذا النموذج. بالإضافة إلى أن نسبة العائد إلى المخاطرة ممتازة جدا زي ما ذكرنا في نموذج الـ ABCD، لما بيتم تداوله بشكل صحيح فبيحقق لنا نسبة عائد المخاطرة تكاد تكون أكثر من ممتازة، بستوب صغير وتارجت على حسب ما أنت عاوز. وكنا قبل كده في محاضرة سابقة تعرفنا على عدد كبير من نماذج الهارمونيك بشكل عام، والنهاردة نخصص المحاضرة ديت عشان نتكلم عن واحد من أقدم نماذج الهارمونيك وهو الجارتلي. وهنتعرف خلال المحاضرة النهاردة على القواعد وأفضل الطرق لكيفية التداول بنموذج الجارتلي. أول حاجة هنبتدي بيها محاضرتنا النهاردة إن إحنا نتعرف على نموذج الجارتلي أو ما هو نموذج الجارتلي. زي ما هو مكتوب قدامنا، الرسمة موجودة قدامنا، هو نموذج سعري بيتكون من 5 نقاط، وعلى الأرجح يعد أفضل نماذج الهارمونيك في التداول. وكان هارولد ماكنلي جارتلي هو أول من أشار لهذا النموذج في كتابه Profits in Stock Market سنة 35. لكن ما كانش ماكنلي أو هارولد ماكنلي هو اللي حط النسب في بوناتشي الخاصة بالنموذج ده، بعد كده وضعت هذه النسب الخاصة بفيبوناتشي. فالجارتلي هو نموذج خاص داخل عيلة الهارمونيك أو التداول التوافقي، وزيه زي النماذج التانية لازم يتم تحديد أضلاعه عن طريق مستويات فيبوناتشي محددة عشان نقدر نحدد أو نتأكد من صلاحية أو صحة النموذج ده. هارولد ماكنلي جارتلي واللي كان موجود في نفس فترة رالف نيلسون إليوت، طبعا صاحب نظرية إليوت، وويليام ديلبر جان، طبعا كل الناس عارفاه. هو وماكنلي جارتلي هو كان أول واحد يقدم نموذج الجارتلي في كتابه اللي بعنوان الأرباح في سوق الأسهم أو Profits in Stock Market سنة 35، وأشار للنموذج ده في صفحة رقم 222 من كتابه. وتكلم جارتلي عن النموذج وأشار إلى أنه واحد من أفضل فرص التداول في السوق. عشان كده كان النموذج في بعض الأحيان أو أغلب الوقت كان بيشار ليه باسم جارتلي 222 أو نموذج 222، نسبة إلى أن أول كتاب ذكره هو كان كتاب Profits in Stock Market بتاع هارولد ماكنلي جارتلي، فعشان كده تسمى النموذج باسمه، وكمان تسمى باسم الصفحة اللي اتحطت فيه في الكتاب. والنموذج زي ما احنا واخدين بالنا كده بياخد شكل الام، حرف الام بالانجليزي، أو العكس في الناحية الثانية، أو ده يعتبر البوليش، ما البيرش بياخد حرف الدبلي على الرسم البياني، بناء على كونه سواء بوليش أو بيرش بيتحدد شكله سواء كان M أو W. وبناء على ذلك بيتكون النموذج من 5 نقط زي ما احنا شايفين قدامنا كده، من X A B C D.
هنلاقي النموذج دايما بيبدأ بالنقطة X وبيكون بعدها 4 أضلاع لحد ما يكتمل عند النقطة دي. كده احنا اتعرفنا على مقدمة سريعة كده لنموذج الجارتلي. تعالوا بقى نتعرف على طول على قواعد نموذج الجارتلي. زي ما هو قدامنا في الصورة دلوقتي، بما ان الجارتلي هو نموذج من عائلة الهارمونيك او مدرسة التداول التوافقي، لازم كل ضلع فيه يتحدد عن طريق نسب فيبوناتشي محددة، وهنتكلم عن الشروط ديت على الرسم دوت دلوقتي. زي ما احنا شايفين ده يعتبر بوليش جارتلي، قلنا بيبتدي عند النقطة X ويبتدي يكون 4 أضلاع، بعد كده XA A B B C C D. فهنتكلم أول حاجة عن الضلع XA. الضلع XA ممكن يكون أي تحرك سعري على الرسم البياني، مالوش أي شروط ومفيش أي متطلبات معينة لتكوين الضلع XA، فممكن يكون الضلع ده أي خطوة أو أي تحرك سعري للبرودكت اللي أنا بحلله أو بشوف عليه، ممكن يكون الضلع ده أي تحرك سعري في على الشورت. بعد ما يوصل للنقطة A بيبتدي السعر يمشي بحركة عكس الحركة اللي اتحرك فيها الـ XA عشان يبتدي يكون الضلع AB. لازم النقطة B عشان يبقى بداية الجارتلي صح، لازم النقطة B تمثل 61.8 تصحيح فيبوناتشي من الضلع XA، تصحيح الضلع AB أو النقطة B لازم تكون تصحيح فيبوناتشي 61% من الضلع XA. بعد ما بيوصل النقطة B بيبتدي يرجع تاني لنفس اتجاه الـ XA عشان يبتدي يكون لي الضلع BC. والضلع BC أو النقطة C لازم تكون ما بين 38.2 و88.6، ما بين النسبتين دول، يعني الضلع BC لازم يصحح 38.2 إلى 88.6 من الضلع AB. C تصحح من 38 ل 88 ما بين النسبتين دول. تمام كده، كده لسه النموذج عندي ما اكتملش، لسه هستنى النقطة دي. فهيبتدي يتكون عندي بعد ما النقطة سي تتكون عند المستويات اللي أنا قلتها بتاعة الفيبوناتشي، هيبتدي يتكون الضلع الأخير سي دي، ولازم يكون عند يا إما 127 ومعلش آسف دي و 127% من 10 عفوا، أو 161.8 من ما بين النسبتين دول، ما بين 127 و 161، ولازم الدي ما تتجاوزش ال 161.8. تمام، ده بتاعت فيبوناتشي بالنسبة لأضلاع
كده احنا وصلنا عند النقطة دي. لازم بقى المسافة اللي تحركها السعر من النقطة A للنقطة دي لازم تساوي 78.6% من الضلع اكس ايه. يعني الضلع اكس ايه بقيس منه النقطة بي وبقيس منه النقطة دي. النقطة بي لازم تكون عند 61.8، والنقطة دي لازم تكون عند 78.6. فكده عرفنا الشروط الأساسية والنموذج الجارتلي. عرفنا النقطة بي الضلع اكس اي ملوش شروط محددة. عشان كده الصوت واضح للجميع، عشان بس في حد كاتب ان في صوت. الصوت واضح للجميع كده؟ تمام. استاذ تامر، ايه اللي مش فاهمه بالظبط؟ ريت يا استاذ تامر بس توضح لي ايه اللي انت حضرتك مش فاهمه عشان اقدر اعيده تاني. فاحنا كده اتعرفنا على شروط تكون النماذج. الله يسلمك يا استاذ محمد. فعرفنا ان نتعرف على الشروط تاني او نعيدها تاني عشان لو استاذ تامر مش فاهم حاجه من الجزء اللي احنا شرحناه. قلنا ان الاكس ايه بلس تامر سي ملوش شروط تحركة على النقطة، لازم تكون مستقبل اكس ايه. دي كده النقطة بي، او كده بعد ما يتكون الضلع سي النقطة سي لازم تصحح 8.2 الى 88.6 من الضلع ايه بي. تكون الضلع بي سي، فهنتكون الضلع تكون الضلع الاخير سي دي عند النقطه دي، وبيكون امتداد فيبوناتشي. النقطه دي امتداد فيبوناتشي ما بين المستوى 127% من الضلع بي سي، وما تتجاوزش ال 161.8. بعد ما وصلنا للنقطه دي بنبتدي نقيس. ركز معايا يا استاذ تامر، بنشوف المسافه اللي قطعها السعر من النقطه A للنقطه دي عن طريق ان احنا نقيس دي من اكس A. يعني المفروض دي النقطه دي تكون صححت 78.6 من اكس A. تمام كده وضحت. النقطه دي لازم تكون مصححه 78.6 من النقطة من الضلع اكس اي. زي ما النقطة دي تكون امتداد فيبوناتشي 127 الى 161.8 من الضلع بي سي، فعندنا النقطة دي بتتقاس من ناحيتين، من الضلع بي سي امتداد فيبوناتشي الضلع بي سي، او تصحيح فيبوناتشي من الضلع اكس اي. تمام فكده احنا اتعرفنا على شروط تكون او قواعد نموذج الجارتلي. ايه بقى اللي انا استناه بعد ما النموذج ده بيكتمل عند النقطه دي؟ لو النموذج بولش صاعد او صعودي او شرائي، دي 127% عشان ما ننساش. لو النموذج بولش او شرائي او صعودي هنستنى ان السعر ينعكس من النقطه دي زي ما احنا شايفين السهم الاخضر ده لحد ما يوصل للنقطه ايه، ده الفول تارجت بتاع الجارتلي عند امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع ايه دي. بقيس المسافه، باخد فيبوناتشي او امتداد فيبوناتشي من ايه لدي،
وأول ما بيوصل عند 161 من 10 التارجت بتاع النموذج. فالمثال احنا شايفينه قدامه ده، احنا شايفينه قدامنا دوت، بيبتدي من الضلع اكس اي زي ما احنا شايفين، بعديه حركة هابطة للضلع اي بي بتتصحح عند 61.8، بي سي ضلع صاعد بيصحح عند ما بين 38.2 ل 88.6، كامل الضلع الاخير سي دي اللي بيكون ما بين 127 ل 161.8، ويبتدي السعر ينعكس من الضلع من النقطة دي بعد ما يكون قسنا المسافة من اكس اي الدي صحح منها 78.6، فيبتدي بقى السعر ينعكس لحد ما يوصل للفول تارجت بتاعنا عند 161.8 امتداد فيبوناتشي من الضلع اي دي. هنا ازاي بقى، او نحط مثلا ندخل الصفقة ونسيب من غير ما نحدد التارجت، نسيب كل المسافة دي هو تارجت واحد بس نحط هنا؟ لا، ممكن نحط اكثر من تارجت، على الاقل 4 تارجت مثلا. مثلا نحط التارجت الاولاني عند اول ما يوصل السعر عند النقطة، بي، يعني ده يعتبر التارجت الاولاني بتاعنا، او من ده التارجت رقم 1. التارجت رقم 2 هيبقى عند النقطة سي. التارجت رقم 3 نحطه عند النقطة A، والتارجت الأخراني عند الفول تارجت عند النقطة A. وده مش معناه مثلا إن النقطة دي معناها انتهاء الاتجاه الصاعد اللي انعكس من النقطة دي، يعني ممكن أسيب التارجت الأخراني بعد ما حققت تارجت 1 2 و3، وممكن لحد 4، وبعد ال4 ممكن اسيب جزء من صفقتي شغال لحد ما تظهر لي علامات انعكاسيه، ممكن اقفل الصفقه بعدها. وليه انا حددت هنا التارجتس وحطيت 1 2 3 4؟ ممكن السعر يوصل لحد مثلا التارجت 2، وممكن ايه حصل حاجه هبط السعر مره تانيه، فببقى مأمن نفسي ان انا حققت تارجت من النموذج، ما اكونش مستني التارجت لحد ما يوصل فوق، وممكن ما يوصلش لحد فوق مش دايما، فعلى الاقل اكون حققت التارجتس من طول الطريق دوت، او صفقتي قفلت على تارجتس طول الطريق ما استناش لحد ما يوصل للنهايه. لو وصل للنهايه بسيب الصفقه بتاعتي مفتوحه بعد ما اكون امنت الصفقه بتاعتي، فبسيبه بقى براحته بقى يوصل لي يحقق لي النقط بزياده زي ما انا عايز لحد ما تظهر لي العلامات الانعكاسية. او ممكن كمان استخدم زي ما قلنا المرة اللي فاتت في نموذج الاي بي سي دي، ان انا استخدم التريلينج ستوب او وقف الخسائر المتحرك، واسيب الصفقة بتاعتي لحد ما قلنا استخدم ادوات البرايس اكشن عشان اقدر احدد هل في ممكن يكون فينا دعم مقاومة، خط اتجاه صاعد هابط، قناة سعرية، نموذج من نماذج الشموع اليابانية، نموذج من النماذج الفنية العادية ظهرت قدامي، فممكن يكون
كده الصوت واضح؟ أستاذ تامر، ممكن هنعيد تاني، وأنت ممكن تكتبهم بخط يدك النسب عشان تقدر تحفظهم، وإن شاء الله بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوفر حاجة بي دي إف يكون فيها شرح ترجع له عشان تقدر تحدد أو تحفظ زي ما بتقول، أو ترجع له وقت ما تكون بتحدد النسب. يعني أنت ممكن تبقى تكتب دلوقتي تحت بعض كده مثلا عشان سيستمر، عشان ما ينساش، مثلا نكتب مثلا الضلع اكس ايه وجنبه كده لا توجد شروط، ممكن ان يكون اي تحرك سعري على الرسم البياني او الشارت، سواء اكس ايه هابط او صاعد، سواء في النموذج الهابط او النموذج الصاعد. الضلع اي بي لازم يصحح 61.8 من عشرة من الضلع اكس ايه. الضلع بي سي لازم يصحح 38.2 من عشرة من الى 88.6 من عشرة من الضلع اي بي. الضلع سي دي الضلع الاخير لازم يكون امتداد فيبوناتشي 127% الى 161.8 من عشرة في المية من الضلع بي سي. وعشان اتاكد او مش اتاكد، عشان اشوف الضلع او المسافه اللي اتحركها السعر من الضلع ايه من النقطه ايه للنقطه دي، بقيس المسافه من اكس ايه واشوف الدي صحح منها لو 78.6 من عشره، يبقى كده النموذج اكتمل وابتدي ادخل الصفقه بتاعتي. والتارجت بتاعي هيكون امتداد فيبوناتشي 161.8 من عشره من النقطة B كتارجت أول، النقطة C كتارجت تاني، النقطة A كتارجت تالت، والنقطة E كتارجت رابع. وممكن أسيب الصفقة بتاعتي شغالة بعد ما يوصل للتارجت الرابع، أقفل جزء من الصفقة وأسيب بقية الصفقة شغالة لحد ما تظهر لي إشارات إنعكاسية على الزوج أو على أيا كان يعني. هنيجي بعد كده لاستراتيجية تداول نموذج الجارتلي. الفكرة اللي هنقدر نقول من خلالها امتى هندخل، نقطة الدخول بتاعتنا، أمر وقف الخسارة هنحطه فين، أمر جني الأرباح هنحطه فين. أمر جني الأرباح اتكلمنا عنه دلوقتي، فمن خلال الخطوات ديت هتعرفوا بشكل بسيط جدا طريقة تداول نموذج الجارتلي من خلال ثلاث نقط اللي احنا قلناهم دلوقتي، اللي ازاي ادخل، امتى ادخل، وفين احط امر الخسارة، وفين احط امر الجاني الارباح. فامتى ادخل على النموذج؟ اول حاجه لازم تحدد النموذج على الشارت، وبعد كده تتاكد من صلاحيته. وعشان تحدد الجارتلي على الشارت لازم تتاكد من وجود اربع اضلاع سعريه، وتتاكد من توافقهم مع نسب فيبوناتشي اللي احنا وضحناهم من شويه. ولازم تحدد الاضلاع بالحروف زي ما قلنا كده اكس اي بي سي دي، تحددهم عشان تقدر تقيس النسب فيبوناتشي بتاعتهم، عشان تقدر تحدد هل ده نموذج جارتلي ولا مش نموذج جارتلي، بحيث ده هيساعدك على تحديد النموذج بشكل واضح عن طريق ان الحروف دي بتبقى محطوطة قدامك، فتقدر تقول مثلا البي هتبقى 61، السي هتبقى 38، و2 من 10 و88 و6 من 10 ما بينهم الاثنين، الدي هتكون 107 ما بين 127 ل 161، والدي لازم برضو تكون 78 و6 من 10 عن من الاكس ايه والتارجت بتاعي هكذا. فالنسب دي وقت ما بتحفظها بتفضل في دماغك، تبقى عارف ان الجارتلي البي بتبقى كذا، السي بتبقى كذا، الدي بتبقى كذا. وقت ما بتتحط في دماغك الشروط بتحفظها وبتفضل في دماغك، وكل مدى بتتريد عليها بتفضل في دماغك.
فمثلا زي النموذج او المثال اللي احنا قلناه من شويه، نموذج اللي هو البوليش اللي هو ده، هنا هندخل صفقة الشراء على نموذج البوليش لما نشوف الشرطين دول الأساسيين دول، إن الضلع سي دي يوصل عند امتداد فيبوناتشي 127% أو 161.8% من الضلع بي سي. بنركز تاني، هندخل الصفقة بتاعتنا إمتى؟ لما النقطة دي أو الضلع سي دي يوصل لمستوى امتداد فيبوناتشي 127% إلى 161.8 ما بين النسبتين دول، تمام؟ ويكون من الضلع بي سي. وعشان أتأكد أكتر، زي ما قلنا المسافة اللي قطعها الزوج من النقطة A للنقطة دي بقيسها عن طريق ان انا اشوف الدي صححت كام من الاكس اي. لو الدي 70.6% في نفس الرينج دوت بيديني اشاره قويه ان انا ادخل الصفقه دي. واول ما اشوف مثلا شمع انعكاسيه صاعده عند المستويات ديت ابتدي ادخل الصفقه بتاعتي عند المستوى ده. استنى، ارتداد عمل شمعة هابطة وبعد كده راح عامل شمعة صاعدة، ادخل في الشمعة الصاعدة وابتدي احط التارجتس بتاعتي او ابتدي اقول انا هدخل الصفقة دي الاول. والعكس طبعا في نموذج ال بيرش، استنى النقطة دي لما توصل عند 127% الى 161.8% من الضلع بي سي امتداد فيبوناتشي، والمسافة من A ل D قطعت أو 2.6 من الضلع إكس إيه، هبتدي أدخل شمعة هابطة، أدخل في الشمعة الهابطة، تمام؟ كده حددت نقطة الدخول بتاعتي. ممكن تعتمدوا على أي فريم يا أستاذ وحيد، مش شرط فريم الساعة بس، فريم الساعة ونص ساعة والأربع ساعات والديلي والويكلي، واحيانا وكمان على المانثلي كمان. انا في حاجات كتيره بتظهر على كل الفريمات، مش مفيش فريم معين او محدد للهارمونيك. فين بقى احط بعد ما دخلت الصفقه بتاعتي احط الستوب لوس فين؟ لو كنا فاكرين المحاضره اللي فاتت الاي بي سي دي، قلنا ان الستوب بتاعنا هيتحط تحت او فوق النقطه دي مباشره، بغض النظر عن نقطة الدخول بتاعتك. هتستنى ممكن هتحط بيندنج اوردر عند مستويات ال 127 او 61 او ال 78 و 6 من 10، ايا كان هتحط بيندنج اوردر فين قبلهم بشوية عندهم بالظبط، تستنى السعر لحد ما يجي وتدخل الصفقة بإيدك. ايا كان نقطة الدخول بتاعتك لازم تحط امر وقف الخسارة تحت النقطة الصوت كده رجع. تمام، هي مش نص المحاضرة بالظبط يا أستاذ محمد، هي بس مرتين بس هي اللي الصوت راح فيها، معلش وبعتذر عنها، إن شاء الله بتتحسن بس المرات الجاية ولا يهمك. ف
فقلنا ان الستوب لوس بتاعنا مش هيختلف عن نموذج الـ A B C D. لو هتشتري هيبقى تحت الـ D مباشرة، لو هتبيع يبقى فوق الـ D مباشرة، زي ما هو واضح قدامنا بالصورة كده. الـ Take Profit أو أخرج من الصفقة إمتى، ده اتكلمنا عليه بعد ما بفتح الصفقة وحطيت أمر وقف الخسارة. الوقت بقى بنعرف فين أحط أمر جني الأرباح أو التيك بروفيت بتاعي، وأفضل طريقة إن إحنا نحدد بيها دوت إن إحنا نستنى الارتداد من النقطة دي عشان نحدد المستويات اللي إحنا قلنا عليها في البداية، اللي هي تارجت 1 وتارجت 2 وتارجت 3 وتارجت 4، أو إذا أردت يعني إن أنت تكمل وتسيب الصفقة مفتوحة لحد ما تحقق أكبر قدر ممكن من الربح، لحد ما تظهر لنا بناء على أدوات السلوك السعري إشارات إنعكاسية إن السعر خلاص هيبتدي يحول ويرجع تاني للاتجاه عكس الاتجاه اللي هو بدأه. تعالوا كده نبص على مثال على الشورت، مثالين، أنا طلعت مثالين على الشورت. تعالوا نبص، هو مش محدد الاستوب بيكون كام نقطة بالظبط. ممكن على فكرة المسافة دي مثلا تبقى مثلا 3 نقط، وتلاقي مثلا كبير جدا وحوالي 10 15 نقطة على حسب المسافة اللي أنت بتدخل منها أو النقطة اللي أنت هتدخل منها، ملهاش عدد نقاط معينة للاستوب. بس الأكيد إن الستوب بتاعي بيبقى صغير جدا. فعدد الستوب ما بيبقاش محدد بنقط معينة، هو بحسب نقطة الدخول بتاعتك. تعالوا نبص كده على المثال اللي قلت لكم، انا هطلعه لكم من الشارت. عند ممكن يكون كبير جدا لو حطيته عند الاكس. مظبوط، بس ان هو يتحط فوق الدي تبقى نسبة جيدة يعني. ده نموذج ل بي على النيوزيلاند على الديلي. زي ما احنا شايفين الاكس ايه الصوت كده واضح للجميع؟ زي ما احنا شايفين قدامنا النيوزيلاند دولار على الفريم الديلي، نموذج جارتلي بيريش بيعي، هنلاقي ان الاكس سعرية هابطة على الشارت. ابتدى من نقطة A يبتدي صح أو يبتدي يتحرك حركة عكسية الـ XA، وعند النقطة B عند 1.8 مش بالظبط 3 نقط تقريبا، وابتدى ينعكس السعر مرة تانية لحد وصل للنقطة C عند 38.2 وهكذا لحد ما وصل للنقطة دي الضلع الأخير. هنشوف كده إن هو وصل عند تجاوز 127% من
قسنا المسافة من اكس ايه يعني ما يتجاوزش 61 و8 من 10، قسنا الاكس ايه صح 8 بالظبط، تلاقي السعر بدأ عشرة بين 127 حد يقول لي ممكن يعني 160 او 178 يخفض السعر في المستوى ده وياخد لي الهبوط. كده الصوت واضح صح؟ الصوت واضح كده؟ فبقول إن ممكن أدخل أخش بتاعتي عند النقطة دي إمتداد وإغلاق شمعة، أدخل هنا أحط بيندنج أوردر على النقطة دي عند المستويات اللي هي 18 أو 161 وآخد الهبوط من أول موجة، من أول قصدي من أول الهبوط، فآخد هنا وابتدي احط الاولاني بتاعي ادي التارجت التارجت 2 والتارجت 3 وقلنا عند 101.8 من 10 والتارجت ده بس لانه ما وصلش ليه. ليه ما وصلش ليه؟ بصينا كده نشوف الاكشن هنلاقي ان دي منطقة كانت مقاومة للدعم لا يشل التارجت الفول عند المستوى ده، لازم نلاحظ او لازم نحقق اكتر من كده. نبص نشوف هل هو اي بي سي دي هو اصلا المكون الرئيسي للنماذج الهارمونيك كلها، فهي A B C D. فزي ما احنا شايفين كان نحقق التارجت بس جه قبل التارجت شفنا ان كان في انعكاس مره ده او او بيريش جارتلي. الصوت واضح كده للجميع؟ الصوت واضح؟ تمام. لا لا نموذج تاني أو مثال تاني. على 4 ساعات. برضه بيرش. شفنا
38 12 88 16 لحد 61 وينعكس السعر لحد ما وصل لل 127 ما بين 127 و 160 بحيث ما يتجاوزش 161 و كان قريب من 78.6 من 10 وابتدى السعر ينعكس لحد ما حقق التارجت الأولاني التارجت الثاني التارجت الثالث كمان على التارجت. ف زي ما قلنا وقلنا زي ما بعد او الستوب بتاعنا ممكن نحط فوق مثلا لو دخلنا مع 30 نقطة هي 47 كذا كذا هدف. هنا مثلا التارجت الأولاني شبه في تارجت 1 تارجت 1 هنا الأولاني الشمع اللي أنا هدخل ف الأولاني مثلا هيبقى عند النقطة سي مثلا بين نقطة بنسبة 1:1 التارجت الثاني عند 7:7 تقريبا 2:1 والتارجت الأخراني عند 141 نقطة تقريبا بنسبة 3:1 أو 4:1 تقريبا مش متأكد. كده صوتي مش واضح ولا صوتي واضح كده؟ صوتي واضح للجميع؟ الصوت واضح الصوت رجع فبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا في نقاط سريعة وهي إن النموذج الجارتلي قلنا بياخد الشكل M أو الشكل W بناء على كان سواء أو سواء كان صعودي أو هبوطي يتكون من 5 نقاط هي الـ X A B C D. قلنا قواعد تكون النموذج من النسب المحددة بتاعة فيبوناتشي لكل ضلع. قلنا ان في نوعين من نموذج الجارت اللي هو البيرش والبوليش. اتكلمنا عن استراتيجيه التداول هي امتى بندخل نقطه الدخول بتاعتنا الستوب بتاعنا بنحطه فين و التيك بروفيت بتاعنا بنحطه فين ونحدد كام هدف والفول تارجت بتاعنا. كده نكون انهينا محاضره اليوم عن التداول او استراتيجيه التداول النموذج الجارتلي. لو في أي سؤال أو أي استفسار أنا مستعد لاستقباله وأكون شاكر ليكم والناس اللي كانت حاضرة معانا وما شاركتش بأي سؤال أو أي استفسار يا ريت تشاركونا بعد نهاية المحاضرة لو في حاجة مش واضحة. كل حاجة واضحة يعني كل حاجة مفهومة تمام. بشكركم على حسن استماعكم إن شاء الله إلى لقاء في الأسبوع القادم في محاضرة جديدة عن تداول النماذج الهارمونيك ونموذج السايفر واستراتيجية للتداول عليه أيضا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
you.